السلام عليكم، حياكم الله. اليوم نتمشي في دولة الإمارات وتحديدا في الشارقة، في هذا القارب المتواضع، في بحيرة خالد. بكم راكبين هذه القارب؟ بكم؟ ب120 درهم، ما يعادل تقريبا 13 ريال عماني. والجماعة هناك معني سد وادي ضيقة 50 ريال للنفر، هني نفرين اثنين 13 ريال. وعاد الأمور معكم، حكموا كيف السواح بيون البلاد، كيف بهذه المبالغ المبالغة فيها. رخصوا شوية، رخصوا، ما كل بس فلوس فلوس. شوف كيف المناظر، شوف كيف المناظر. سد وادي ضيقة هيش فيه؟ عن تصريحات في وادي ضيقة المبالغ تتفاوت، يعني الشخص يركب القارب 5 ريالات، يعني 3 أشخاص ب15 ريال. في الشارقة بحيرة خالد 13 ريال، اتي ب10 20 30 شخص، عائلتك أصدقائك، كم يشل القارب؟ يجيبهم 13 ريال فقط. وهذا طبعا نقد بناء عشان تتطور بلادي. عمان حنحبها وعايشين فيها، مستحيل يعني نقلل من قيمة بلادنا. وطبعا في وادي ضيقة هذا في المناطق الثانية شيء أغلى، ومن تكلمت أني نقصوا السعر وخلوهن وصرحوا بعد، خلوهم 10 ريالات و5 ريالات وكذا، ما زين. يجب وزارة السياحة مراقبة الأسعار، يجب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.